السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومبروك عواشركم باش ما تمنيتو بصحيحه ولهنا وراحه البال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم المخرقه اولا الشباكيه بطريقه سهله ومبسطه، وكتجي شاربه العسل ومعلكه ومرمله واكثر من رائعه. اليوم كل شيء ان شاء الله غادي يدير شباكيه بواحد الشبيكه اللي هي سهله. بنت 12 عام غادي ديرها، انا بنتي عندها 12 عام واليوم عاونتني في هاد التشباك ديال هاد الشباكيه لانها سهله سهله بزاف وغادي تعجبكم ان شاء الله. غادي نوريها لكم لداخل. بالنسبه للكميه انا درت كيلو، يمكن لكم البنات المبتدئات ديروا رابعه عندي في القناه دايره 250 غرام، جربوا في 250 غرام ومن بعد غادي دير كيلو بعينكم مغمضين. غادي نوريها لكم كيف دايره وباش نمشيو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهاد الكميه راه هاد اقل من كيلو، حتى انا درت كيلو ولكن ما حطيتش كيلو اللي طايب كتشوفوا فيه ماشي كيلو كامل، باقي فيه الخير والبركه ان شاء الله. غادي نفتح معكم وحيده تشوفوها. بسم الله غادي تشوفوا كيف دايره شاربه العسل. ها انتوما شوفوا العسل فيها لداخل وكتجي مرمله وطايبه من الداخل. انا ود لكم وحده نقسمها لكم، علاش لا، حنا جوج جالسين تنديروا هنا. ها انتوما شوفوا العسل من الداخل، نعاود نقسموا هادي. ها انتوما يلا نمشيو المقادير وطريقه التحضير بلا ما نطول عليكم ان شاء الله. بالمقادير عندنا واحد جوج كيسان اللي شديتهم وطحنتهم ديال جوجلان حتى كيوليو هكا، يعني كيطحنوا مزيان. عندنا واحد الخماره ديال 8 غرام، عندنا خنيشه ديال الزهر، عندنا واحد الكاس ديال الماء طايب اللي درنا فيه الزعفران الحر، اللي ما عندهاش الزعفران الحر دير ضامه ديال الزعفران، وعندنا نص كاس ديال الزبده، ربع كاس ديال الخل تقريبا 40 ملي، وعندنا نص كاس ديال الزيت العاديه. وبالنسبه لهاد الزبده عندنا 100 غرام هي اللي ذوبناها، كنضيفوا ليها كنعمروا الكاس بزيت الزيتون. عندنا بيضه صافي غادي نبداو، وعندنا كيلو ديال الدقيق يعني 10 ديال الكؤوس ديال الدقيق. غادي نبداو ان شاء الله. في اول حاجه غادي ندير هاد البيضه، غادي ندير خميشه ديال الزهر ديال، عندنا واحد المعلقه ندير هذه هي الاولى، معلقه كبيره عامره ديال حبه حلاوه، ضروري ما نغربلوه مزيان. عندنا معلقه كبيره غير مملوءه ديال القرفه مطحونه هي مزيان 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 صافي ومليحه. غادي نضيف الزبده والزيت، غادي نضيف هاد زوجلان اللي مطحون مزيان، عندنا حبه حلاوه والنافع يعني مخلطين بجوج، واحد المعلقه اللي هي كبيره. وبالنسبه للزوجلان غادي ديروا من 200 غرام حتى 250 غرام، انا درت يعني جوج كيسان في المجموع ديالهم 220 غرام. غادي ندير هاد الخماره ديال 8 غرام، الله نكون ما نسيت حتى شي حاجه. هادشي فيه عندنا كما قلت لكم ربع كاس ديال الخل، هاد الكاس الماء طايب ودرت فيه الزعفران الحر صافي. غادي نبدا ان شاء الله نعجن العجينه ديالي.
الحاجه اللي نسيت وباغي نضيفها واحد الاضافه اللي هي بسيطه، واحد الرشه ديال الخميره، ما تكتروش البنات، رشه فقط، ها نتوما رشه فقط بين صبيعاتكم في الكيلو. هاد الخميره كتساعد هاد الشباكيه باش كتجي، ما نقولش لكم، مجعبه مزيان مزيان. تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، بالنسبه للمبتدئات ما ديروهاش، لكن نتو يديكم تقال من الاحسن ما ديروهاش. صافي دابا غادي نعجن وغادي نرجع. ضفت كاس ثاني المهم بالنسبه للدلكه البنات، بلا ما تدلكوها غديروها في الهشوار وتشوفوا كي دايره العمليه. غادي ندوزها في الهشوار ومن بعد رجع. صافي من بعد ما دوزتها كما كتلاحظوا راه كتبقى تفرتت وكتجي، ها نتوما كما كتلاحظوا يعني مدلوكه مزيان. كنبقى مستمره حتى كنكمل هذه العمليه ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع. ما كملت كما كتلاحظوا، ضروري البنات ملي تكونوا تخدموا في هاد كديروا بهاد العمليه ضروري واحد البلاستيكه كتغطيو العجينه ديالكم بما ساليتو. صافي دابا تبارك الله هانتوما كيما شفتوها يعني مخلطه مزيان كيما لاحظتوا. انا حيت ما خلطتش الطحين مع المكونات كيما موالفين، انا زربت على العجينه باش نخلطها في هاد الطحان. هانتوما كيما كتلاحظوا صافي دابا غادي نجمعها وغادي نغطيها في البلاستيك الغذائي ترتاح ليا واحد شويه تشد راحتها. صافي مخلطه مزيان، مع ديما نقول داكشي رائع. غادي نغطيها واحد 5 دقائق على الاكثر صافي، وغادي نبدا نقسم فيها وغادي نرجع ان شاء الله. ملي خليتها ارتاحت درت هذا البلاستيك وزيرت عليها باش نرفدو دغيا الوقت، غادي نقسمها، غادي نقسمها على كويرات. المهم تقسموا بيديكم اولا باش ما قسمتو. غادي نقطعها من الاحسن قطعوها صغيره باش تجيكم سهله. كما كتشوفوا العجينه كيتدير، راه ها نتوما هذا دليل بانها عجينه ناجحه وزوينه بزاف. صافي غادي نقسمها على كويرات وباش ما نطولش عليكم الفيديو، حيت هذا الفيديو بلا مونتاج. صافي وغادي نرجع، حيت بزاف منكم اللي كيبغي الفيديو سيرتو ديال الشباكيه كتبغيوه يعني بتفاصيل دقيقه جدا. غادي نكورها ومن بعد نرجع معاكم. صافي غادي نرجعها للبلاستيكه وغادي نبدا مباشره، ما غنبقاش نتسنى، غادي نرجع الاولى اللي يلاه كورتها وغادي ندفع ان شاء الله باش دغيا نكمل. المهم غادي نخليكم مع التوراق. صافي يلا نمشي نجيب المدلك ومن بعد نرجع. ان شاء الله غادي ندير لكم هاد الجراره، راه هي عمليه وزوينه بزاف يعني بالنسبه للمبتدئين مزيانه. المهم كنبداو اول حاجه كنبداو نتكيو عليها مزيان وكندفعو بحال هكا، كنجيبو الراس الثاني على الراس الاول باش كتجينا ما كنضيعوش فيها بالنسبه للشباكيه. هانتوما كنبقى مستمره حتى كنكمل باش منطولش عليكم الفيديو وغادي نرجع. غنوركو عليها شي شوية، ها نتوما.
صافي دابا غادي نبداو. ركزوا البنات معايا، راه هذا الشيء ساهل، ما كاين ما سهل منه. بغيتكم تشبكوها فعلا وتطلع لكم زوينه وتعلموا التشباك بطريقه اللي هي سهله بزاف. غادي نشدو، ها نتوما كيما شفتوا، وحده جوج ثلاثه اربعه، اربعه ديال الفتيحات. بالنسبه لما كانت عندكم هذه وكانت عندكم هذه، غادي ديروا اربعه ديال الفتيحات. المهم غنشدو واحد وجوج، الشريط الاول الشريط الثاني، وعندنا شريط الثالث والرابع والخامس. غادي نشدو جوج، غادي نثنيهم على جوج. العمليه ساهله، هانتوما نعسوهم على جوج، كيبقى لينا واحد. هذا الواحد غادي نقلبوا العجينه ديالنا، وغادي نقلبوا على دوك جوج اخرين التاليين. الا بغيتو تجمعوها وتجمعوا هاد الجوانب ديال هاد الاخرى يمكن لكم، وغادي نوريكم حتى لما بغيتو تجمعوا. وكنحلها على هاد الشكل البنات. اسهل وحده هي هادي، كاينه ديال جوج ديال الناس المحترفين اللي كيديروها ديال الرجال، كتجي ساهله. ولكن دابا انا شرحت لكم، غنعاود لكم وحده اخرى وسمحوا لي، حيت كاين كتجي واحد الوحده ولا جوج غتقول كثرتي الهضره علينا، ولكن والله العلي العظيم ما بيا نكثر الهضره وما بياش نطول فيديو قد ما بيا الناس يستافدوا، البنات يستافدوا والولاد كذلك حتى هما يستافدوا. غادي نعاودوا نشوفوا واش قريبه نقربها مزيان، وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، هذا للاستفاده فقط. ها نتوما جوج غادي نديروهم فوق جوج، غادي نعسو فوق جوج، غتبقى لينا وحده. غادي نقلبوا على هذا الشكل، وغادي نديروا هاد الوحده فوق دوك الجوج، واحد جوج. غادي نشدوا القنيتات ديال ديك الوحده وغادي نضغطوا عليهم مزيان، ياك ها نتوما صافي. وغادي نقلبها، غادي نقلبها، ها هي البنات نشوفوا واش تتبان. تتبان صافي. غادي نقلبها وغادي نركز على هادو، غادي نثنيهم مزيان باش كيتشدوا ليا. وهذه هي الشبيبيكيه ديالنا اللي ماشي رائعه، اكثر من رائعه. ها نتوما غادي نحاولوا نديروا لها بحال هكا، نجيبوا شي هذا وكنبداو نصفوا فيها على هذا الشكل. ها نتوما ما بينتش لكم ولا اروع. يلا غادي نستمر ومن بعد غادي نرجع لكم، غادي نوريكم بطريقه مزروبه وغتبقاو تلاحظوا. بالنسبه للبنات اللي عندهم هاد الوراقه ديال الشباكيه، انا عندي من واحد حتى سته. المهم الرقم واحد هو الصغير، والرقم سته هي اللي تتكون متسعه بزاف. هادي كنشد العجينه ديالي كنديرها على شكل طولي، كنضربها شويه بالمدلك وكنديرها في الاول في الرقم سته، في التالي كنديرها في الرقم اربعه، في التالي كنديرها الرقم ثلاثة، وفي الاخير كنديرها في الرقم جوج صافي. كنديرها شريط على هذا الشكل. دابا بالنسبه للي ما عندوش هادي، غادي ندير لكم بالجراره باش غادي تشوفوا معايا ان شاء الله، باش اي واحد بغى شي حاجه تلقاها، باش كلشي يستافد ان شاء الله. وسمحوا لي الا جاكم الفيديو طويل، غادي نبداو ان شاء الله. بالنسبه هاد الجنيبات ما غاديش نضيعوهم ان شاء الله، علاش؟ حيت هادو كيجيو في الجميع، كيجيو هنايا، ما كتحتاجيش نشنفوهم ولا نديرو لهم شي حاجه. كناخذو في الاول، كنديرو الاول، ثاني، ثالث، رابع، يعني واحد جوج ثلاثه اربعه، والخامس كنقطعو على هذا الشكل. وغنديروا نفس العمليه باش تجيكم سهله، هذه اسهل وحده كما قلت لكم. ها نتوما ساهل، نشوفوا واش كيبان مزيان باش صافي كيبان مزيان. غادي نثني هاد الجوج على هاد الجوج، ها نتوما البنات نثني هاد الجوج ينعسوا على هاد الجوج، كتبقى لينا وحده. هاد الوحده كنقلبوا هكا وكنجيبوها على هاد الجوج بحال هكا، وكناخذوا الراس ديالها وكنضربوه مع هاد الراس الاخر، وغادي نقلبوا. ها نتوما البنات هادي غادي نقلبوها هكا، وغادي نحلوها من الوسط. ها نتوما ها نتوما كي جات، شفتوا راه ساهله ساهله والله البنات. الا شفتوا هاد الفيديو تا غتولي تخدموها، حيت الشباكيه هي الشباكيه. واخا نحيدوا ونديروا مسائل اخرى، ما كاينش احسن شبيكه هي هادي، حيت ضروري كيعجبنا نديرو الشباكيه يعني على حقها وطريقه ديال الناس زمان. ها نتوما كما تلاحظوا شي حاجه اللي
نعاود معكم وحده اخرى واخا غير طوال الفيديو، كتجي شي وحده بالنسبه للمتتبعات ديالي الله يعمرها دار والله يعطيهم صحيحتهم، ولكن كدوز شي وحده كتقول لك طولتي الفيديو غا سمحوا لي سمحوا لي. ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، الخامسه غادي نقطع. ها انتم البنات، انتم البنات والولاد، وبغيت نسولك نعطيكم واحد السؤال البنات، الشباكيه لمن معطيه؟ واش معطيه للرجال اللي كيديروها واعرين اكثر من العيالات، ولا العيالات اللي كيديروها واعر من ديال الرجال؟ بغيتكم كلكم تجاوبوني في التعليق وتقول لي شنو كاين. ها انتم كيما شفتوا الفيديو شارح نفسه، غادي نضغط عليها على هذا الشكل، ها انتم ساهله، وغادي نقلبها وما نخافش منها هي، ها انتم، وغادي نحلها على هذا الشكل. حيت بزاف الفيديوهات اللي كنت كنديرهم كنت كنسرع لكم شي شويه فيهم وكنعطيكم الشرح، ولكن واخا هكاك المبتدئين ما يفهموش ديك الزربه وداكشي. هذه هي الشبيبيكيه ديالي، ماشي رائعه. المهم كنبقاو مستمرين البنات، وحنا كنديروا في الشباكيه حتى كنكملوا ونعطيوها الخاطر، وما تقلقوا ما حتى شي حاجه، راه حتى حاجه زعما كلشي ساهل، غنديروا الخاطر نديروا الخاطر خواطرنا، وراه كلشي يدوز بخير وعلى خير. يلا غادي نكمل ومن بعد غادي نرجع لكم. غادي نبدا ان شاء الله في قلي الشباكيه. المقله اولا الطنجره كنديرها تسخن وكندير فيها الزيت كما تتشوفوا، وكنخليها حتى كتسخن، ومني كتسخن البنات كنقص النار. غادي نقص النار، ما نخليش هاد النار، غادي تشوفوا غادي نقصها. دابا الزيت سخون مزيان، ولا اقتضى الحال وشفتوا الزيت سخن بزاف تقدروا تطفيوها، ملي تحيدوا هاد المخرقه اولا الشباكيه تقدروا تطفيوها. غادي دابا نرمي وحده تبع الاخرى، ومن بعد غادي نرجعوا باش ما يطولش لينا الفيديو، نديروا الحاجه اللي هي مهمه اللي كنستافدوا منها جميع. صافي ملي كنحس بها بانها خدات اللون ما نخليوهاش تحرق وما نخليوهاش نيه، نقص عليها البوطه مزيان تطيب مع راساتها. صافي وغادي نحيدها وغادي نديرها في الصفايه باش غادي تصفى، باش يمكن ليا غادي نديرها في العسل. غادي نصفي ومن بعد غادي نرجع. صافي غادي نوضعها في العسيله. العسل كيما شفتوا البنات راه بارد، غادي نهبطها بشويه ونخليها حتى كتشرب العسل، وغادي نحيدها بالما طابت وحده اخرى. غادي نحيد هذه، بركوا عليها بشي شويه باش ما تسرش لكم حل مع دابا سخونه. صافي غادي ندوزو ونقليو القليه الثانيه، ومن بعد نكمل وغادي نرجعوا باش ما نطولش عليكم الفيديو يجي طويل، حيت درتو بدون مونتاج يعني كيجي طويل بحال هاد الفيديوهات. يلا المرحله الاولى ديال القلي، المرحله الثانيه ديال التعسال، ومن بعد ملي كنخليه شي شويه كيتعسل بين ما قلينا القليه الاولى غادي نحطوه في الكسكاس وغادي نخليهم يتسقطروا مزيان، ومن بعد غادي نحمروا شويه ديال الجوجلان وغادي نرشوا عليهم اولا اللوز افيلي اللي بغيتو، وغادي نحيدوهم ملي تصفى من هاد العسل، غادي نحيدوهم من هاد الكسكاس. ويمكن لكم البنات هاد الشباكيه تخزنوها في المجمد متر، لا حتى شي حاجه تخليوها تتبرد. غادي تصفوها في واحد البواطه ديال البلاستيك المهم غذائيه اللي كتخشى في المجمد، غادي ديروا الصف الاول وغادي ديروا من بعده ورقه ديال الزبده وديروا الصف الثاني، وهكذا حتى كتكملوا البواطه ديالكم، وغادي تغطوا عليها وغادي ديروها في المجمد، غتبقى الشباكيه هي هي. نهار كتبغيو تجبدوا الشباكيه كتجبدوا صف واحد كتحطوه صافي كي ما يبقاش مجمد، غادي تقدموه كتبقى الشباكيه هي هي شاربه العسل. الا كنتو دايرين فيها اللوز افيلي محمر كيبقى مقرمش، الا كنتو دايرين فيها جوجلان كلشي كيبقى زوين زعما ما عندها ما يطرى ليها. وهذا الشيء اللي كاين
غادي نكملوا ان شاء الله هاد الشباكيه ديالنا، ومن بعد غادي نرجعوا باش غادي تشوفوا كيف جات. ما نقولش لكم كي جات مرمله معلكه شاربه العسل داكشي اللي بغيتو. المهم ما نطولش عليكم، غادي نكمل القلي ديالي ومن بعد رجع. هي الشباكيه اولا مخرقه بعد ما سالينها كتجي ماشي رائعه، كتجي شاربه العسل ومعلكه ومرمله وكتجي اكثر من رائعه. كنتسنى تطبيقاتكم البنات عبر الفيسبوك والانستغرام، غادي نخلي لكم روابط ديالهم في اول تعليق ان شاء الله. اللي باقي ما مابونيش عندي في انستغرام يمشي تابونا، مرحبا والف مرحبا باش تكبر العائله. وشكرا، الله يجازيكم بخير، وما تنساونيش من دعواتكم ومن لي لايك والبارطاج كيف ديما باش تعم الفائده على الجميع. وشكرا، استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.